السلام عليكم. اعلم أن الله عز وجل جعل الصحابة ليغيظ بهم الكفار. نعم، فعلى قدر نصيب أحدهم من غيظ الصحابة كان نصيبه من الكفر. أو ما سمعت قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.